الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ولقاؤنا كالمعتاد تقريبا ما بين الساعة 7 والـ8. الموضوع اليوم يكون له شقين إن شاء الله، لأن وقعت كثير من المغالطات وأنا استفزت بعد النقاشات وتعمدتها، وكانت لي أسباب لماذا أخذت ذلك الطريق. الله يرحم لكم الوالدين إلى ما شاركوا، لأن الرسالة ديال اليوم إن شاء الله مهمة بالنسبة لأي حراك. سأحاول أن أجعلها كمتوازيتين مع كل الساحات العربية في السنوات تقريبا 7 الماضية، وأنا شخصيا أرى ولمتابعتي الدقيقة لكل يعني الساحات العربية منذ بداية الربيع العربي، يعني وتابعته في كل بلد بالتدقيق وبالتواصل كذلك مع أصحاب الحراك وكذا. كنا نشتغل مع ناس يعني التوانسة، كنا اشتغلنا مع المصريين، مع السوريين، مع العراقيين، مع اليمنيين، مع الصوماليين، يعني كانت لنا الحمد لله تجربة، والتقينا مع إخوة كثيرين في تركيا، في أمريكا، في لندن. هنا الأمر كله كان يهمني، والله أمرهم أمري، وكل الظروف التي يمر بها المغرب أو تونس أو ليبيا والله له علاقة بالربيع العربي، وبالخصوص ما حدث في مصر. فالربيع العربي انطلق من تونس، لكن تكسيره وتغيير المناخ ديالوك حصل في مصر، وإحنا عدنا تقريبا نفس الحالة التي عاشتها مصر نعيشها في المغرب. يعني عندنا أصحاب رأس المال، لأن في مصر كذلك السلطة والسياسة في يد واحد، وعندنا حنا نفس النظام في المغرب. يعجبكم الحال ما يعجبكوش الحال، هذه هي الحالة الطبيعية التي نعيشها في المغرب، يعرفها القاصي والداني، رغم أن عندنا حنا ملكية، لكن الرأس مال يتحكم في السياسة وفي الصحافة وفي التلفزة وفي كل شيء، حتى يحرك القضاء، يحرك البوليس، يحرك كل شيء. وأكبر شاهد على ذلك سي بوعشرين، وأكبر شاهد على ذلك كذلك الأخت أمل الهواري الذي ضغطوا عليها أن يوصلوها إلى الشهادة، وهي كتقول لهم أنا هذاك السيد بريء، كيقولوا لي لا هذاك السيد ماشي بريء، هذاك السيد قام إجراما عليك، وهي كتقول لهم اتقوا الله، أو واش أنا كنقول لكم ما كاين والو وأنتم كترغموا عليا. هذه غنعطيكم هذه غير صورة صغيرة، لكن الذي لاحظت أنا أن سبحان الله الشعوب العربية كلها تقريبا مسقية بغرفة واحدة، أنتم كلكم مسقين بغرفة واحدة، سهل باش تشيع فيكم الإشاعات، سهل باش يبنيوا لكم واحد العدو. شوف أنا غير سبحان الله كل شيء كان كيتسنى هز الفردي ديالو، كيتسنى غير في كي يدور الإسلاميين ولا يدور العدالة والتنمية أو كذا. أول خطوات ديال الحكومة اللي كانت للأسف مخجلة، كل شيء كيخرج كيضرب غير في العدالة والتنمية، سبهم بالنفاق، سبهم كذا، بحال هذيك القضية ديال الإخوان في مصر، الخرفان، والإنسان ملي كتبدا تضربو بالنفاق كتضربو بالخرفان وكذا، وكتخرجو من نطاق الإنسانية، يسهل عليك أن تريق دمه. يعني الشعب غادي يبدا ياكل في الاسلاميين ولا في العداله والتنميه ولا كذا، لانه سيسقط عليهم الانسانيه، يسقط عليهم اي شيء. والله العلي العظيم ان نفس الصوره التي حصلت في مصر هي التي تطبق على المغرب. فلذلك انا استفزتكم وحملت الصوره ديال السي عبد الاله بن كيران وعملت بورتريت ديالي، ورا نتوما دخلوا عليها وشوفوا شحال ديال التعليقات ديال الناس الذين يدعون انهم مثقفين وانهم يعني كيفهموا السياسه ومناضلين وكذا. شوفوا التعليقات ديالتهم على الصوره ديال السي عبد الاله بن كيران كيف كانت عدوانيه.
حنايا علاش كنعملوا لكم هذوك الحركات؟ كنربيوكم، هي كنربيوكم، ها نتوما غتقلقوا حيت مكلخين. الشعوب العربيه كلها مكلخه، الشعوب الكعبه العربيه كلها تشد من النفا في الطريق العاطفه، كلكم عاطفيين لا اقل ولا اكثر. انتم تخدمون الهوى اكثر من المصلحه العامه. بنادم عادي المعلم، راه اغلبيه كاينين شي ناس داخلين هذه المقاطعه كذلك غير صيبه غير صداع عن غير وعي، ما كيعرفش اشنو هي التبعات ديالها وشنو هو السبب ولاش الهدف الطويل. راه كاين هدف قصير المعلم، شوف هذاك القصير هو ان نربيهم، ولكن كيخص يكون هدف كبير المعلم، يكون طويل ماذا نربيهم المعلم، ديروا معادله. وانتم ها انتم يلا كفروا العداله والتنميه وخبطوا بوها ومسحوها وديروا ليها كل شيء، واش كل اللي غيبقى لكم في الساحه؟ واش عندكم شي بديل؟ الا عندكم شي بديل تفضلوا يلا طحنوا بوها، دخلوها للمطحنه وطحنوها وعصروها ومحيوها، ديليتي هنا بك لا ديليتيها يلا مسح. ما عندكش شي بديل وخصك تكون شويه ذكي، ما غاديش تزاحمهم وتمحي كل شيء. ودرت لكم واحد المعادله اخرى، حطيت لكم هذاك السيد ديال كيفاه، حنا ما كنعرفوش المعلم، رغم تقول لي لا هذاك الكلام ديالو اللي كيقول كيعرفوه كل شيء، كيقولوا عرفوا القاسي والداني، لكن واش كيعطيكم حلول؟ خرج علينا في الفيديو الاخر وخون كل شيء، كل شيء خائن، كاع هذوك الشيء اللي في الساحه كلهم خوانه. ايوا اش بقى لكم؟ كاينه شي حلول؟ يعني كيدفع فيكم في اخر المطاف الصيدان. لا المعلم، شتي حنا اي حاجه غادي تخرجنا للصيدان المعلم ما عندنا ما نديرو بها، حنا بغينا حلول، بغينا الوساطه المعلم، حنا بغينا المعلم وليدات التراكتور، وليدات الحمامه، وليدات العداله والتنميه، الحزب الاشتراكي، كلشي المعلم يكونوا تحت غطاء واحد، ما عندناش مشكل. شتي لا هما الفوق، هذوك اللي الفوق، هذوك الرؤساء ديال الاحزاب كلهم، زيد عليهم حتى هذوك الرؤساء ديال العداله والتنميه ولا شي حاجه، هذوك المعلم هادوك في نادي، النادي الذي يسمى المحكومة، الحكومة، ما عندهمش قرارات أنفسهم، وقراراتهم لا تمشي حتى على أحزابهم، وحتى هذيك الأحزاب ديالهم ما غاديش نعطيوها المسؤولية بسببهم هما، هما المعلم راه استولوا واستفرضوا بالقرار في أحزابهم كلهم، خذوا كاع هادوك اللي جالسين تما ورؤساء ديال الأحزاب اللي كاينين في ديك المحكومة، نتحداكم واش كيرجعوا للأحزاب ديالهم. كيديروا اللي بغاو، حيت هادوك المعلم عندهم دي كونسين كيخصهم يتبعوها وما يخرجوش، راه قلنا لكم راه المحكومه المعلم، فلذلك خصكم تتقوا الله وخص تكون شويه ديال الذكاء المعلم، ما تخسروش القاعده الشعبيه. راه تشوف لا حول ولا قوه الا بالله، ذاكرتكم ضعيفه وانتم تلدغون من نفس الجحر مرات عديده، والله تقترفون نفس الاغلاط مرات عديده. هذا هو الذي كنا نعيب على السي الزفزافي، واش عقلته؟ وخرج الضعف الضعيف. وكنت كنقول لهم يا اهلنا في الريف، يا اخواننا في الحسيمه، خليو شي واحد يزيد القدام لي بعقلو، ما تخليوش المراهق هذا عاجبو الصداع والقيامه وعزبته الزيطره ولا هاكي خربق، هذا سيسقط كل الحراك، هذا سيفسدوه، ولكن ما سمعتوش. ورغم ذلك كنا متفقين معاه في 95%، وهذيك 5% اللي كنا كنقول لكم ردوا البال منها، ذاك الشيء اللي دار، جالس هو في الزنقه وجاو ليه الناس قالوا لي راه واحد الامام كيخربق اجي يحيدوا لينا، ومشى هو دار لهم داك الشيء ديال روبن هود، غادي كيجري يوز الامام من السيبه صافي. وصلتوا داكشي اللي قلت لكم، الناس تعمونا بالتعياشي، تعمونا بالحاس، كاينين الناس كثار بالمئات هددونا بالقتل وكذا، وفي اخر المطاف خرجت كما فصلتها لكم، وانتم الان والله تستعملون نفس الغلط في الطريقه ديال التعامل معكم. معلم كاين خص شويه ديال الاحترام، معلم ما كيخصكش تقصي حتى واحد. حنا حتى في المغاربه حنا كنا الحمد لله عندنا خاصيه ان حنا مجموعين الحمد لله، ما كيخصنا نحافظوا على هاد اللحمه، وهذوك الناس كذلك اللي كيتحكموا في المال وفي كل شيء لا بد لك ان تعطي له فرصه انه يتراجع. لا تقصيها المعلم، لا تحكم عليه بالخيانه وبالنفاق وكذا، راه ما كتعطيش له لو شوا باش يتراجع، كتعطي له لو شوا باش يحارب ويجاهد على المكانه ديالته بين الغالي والنفيس، لو ادعى ذلك ان يحرقك. واش بغيتوا هذا الشيء؟ ورا في الاخير المطاف شكون اللي غيربح؟ حتى واحد، كل شيء وكلاصه. تحبتونا حنا كندخلوا لكم وكنهضروا معاكم وكذا حيت باغيين شي حاجه ولا كذا، معلم ما عندنا مصلحه في حتى حاجه، حنا ما عندنا غرض
اللي بغى يزيد القدام المعلم ويحكم هاد البلاد الله يعاونه. احنا معلم بغينا غير اللي يخدم لينا الشعب ويحترم الشعب ويعطي له فرصة انه يعيش حياة كريمة وعدالة اجتماعية، هذا هو الذي نحبو اليه. اما يكون من الحمامة ولا التراكتور ولا كذا ولا كذا، والله هذا لا يفرق، لان في اخر المطاف راه كيبقى محكومة المعلم. احنا عندنا ملكية حاكمة نافذة. احنا لو الملك نصره الله دار فيكم الثقة وعرفوكم غتزيدوا مزيان، يقدر يتنازل لكم على بزاف السلطات، ولكن انتم شعب فيكم واحد النزعة، كيدخل عليك واحد سميتو برشلونة وواحد سميتو مدريد وكيسب كل شيء وكيحرق كل شيء وكيطحن كل المقدسات ويطلع يلعن الملك ويلعن المغاربة ويلعن العربية ويلعن كل شيء. واش هاد الشعب هذا اللي عنده هاد النزعة هذه واش مستعد باش تكون عنده ملكية برلمانية؟ راه يحرق بوها. هادو غادي يبداو بالمالك، يبداو بكل شيء، هادو ما يعقلوا على حتى واحد. وراه حنا داكشي اللي كان حنا نحاولوا نجاهدوا ان شاء الله باش ما نوصلوش حنا لهذيك، لان نكونوا واضحين، باقي ما وصلتوش لديك القيمة ديال انكم تعيشوا سواسية وتشوف الحقوق ديالك لا تختلف عن الحق ديال الاخ ديالك. باقي ما عندناش هذاك النضج وهذاك الوعي، باقي عندنا الاقصاء، كيدخل بنادم كيسب لك مك وباك حيت حطيتي التصويره ديال السي عبد الاله بن كيران. انا بغيت نربيكم، راه ماشي المعلم، انا راه ما كنحط السميه ديال حتى واحد، كنتعاطف مع الناس الشخصيات العالميه الاسلاميه اللي كتكون في موقف معين او كذا، كالسي الرئيس مرسي وكذا. واحد كيدخل كيضربك بالتخوان كيقول لك التخوانجي لعنه الله عليكم وكذا لهذه الدرجه. ورا نقول لكم واحد القضيه، انا لماذا اتعاطف مع العداله والتنميه؟ لانني انا اراهم اقرب الي هويه. المعلم راه حتى بلاد ما كينجح وكيزيد القدام الا ما احتفظ على الهويه ديالته. اي تحضر اي تقدم ضروري تكون فيه احتفاظ على الهويه، والهويه المغربيه هو الاسلام، بغيتو ولا ما بغيتوش. اي تطور كيخرج على هذه فهو ضلال و انتحار لا قل ولا اكثر. كاين واحد الجانب الثاني كيحارب الاسلام والهويه الاسلاميه بكل الطرق، يحارب عليك في التلفازه في الزنقه في كل شيء، يدخل عليك راه موازين راه طرف من هذا بين هاد القيام. واش انت يا في رمضان المعلم، انت يا صايم وغتمشي للتراويح وحده عريانه طالعه، ولكن هذيك العريانه اللي طالعه عندها جمهور، عندها 600,000، عندها 100,000، والتلفازة كتبقى شاعلة 24 ساعة، شكون اللي كيشوف فيها؟ أنتم اللي كتشوفوا فيها، عيالاتكم وأمواتكم وخواتاتكم. يعني أنتم ديجا بديتوا كتفرطوا في الهوية، داك الشيء علاش ملي كتخرجوا خرجات عفوية ولا كذا، كتوريوا الأصل والوسخ للداخل اللي دخل لكم. حنا هاد الشيء اللي كنضاربوا عليه، حنا كنضاربوا باش إن شاء الله نحيوا فيكم الوعي، نردكم للأصل، الرجوع إلى الأصل فضيلة. المعلم راه من كانت همته ما يدخل فميه فقيمته ما يخرج منها. حنا راه ما بيناش غير الماكله ولا كذا، ملي كندخلوا كنهضروا بحال هكا، وملي كنقول لكم هذاك كفاح ولا كذا اللي كيخرج كيهضر، هذاك المعلم ما عندوش حلول، هذاك كيدفعك للتصادم اللي كيقول لك كلهم خوانه. واش بقى؟ ما بقى حتى واحد، نخرجوا نطحنوا بهم ولا يطحنونا؟ لا المعلم، الله يرحم لكم الوالدين، شويه ديال الوعي. حنا المعلم اللي بغى يزيد القدام يزيد الله يعاونه، ولكن نعرفوا مع من كنتعاملوا المعلم. راه المعلم راه نفس هاد التجارب هي اللي كانت في مصر، شحال من واحد دعا النضال وفي الاخر طلع عسكري وطحن بوهم كلهم، وكان السبب ديال الموت ديال الالاف، وكان السبب ديال الغبره ديال الالاف. وشحال من واحد حرق عباد الله وفي الاخر خرج حيد الزقه ومشى في حالاته، وراه هما كلهم جالسين دابا المعلم في احسن هوتيلات وكذا، وكيخرجوا يعيقوا، مازال كيعيقوا علينا، يقول لنا الثوره وكذا وهذه. المعلم واش حنا غادي وانتوما ما عندكمش العقل، ما كتدرسوش الحاله، ما كتشوفوش، ما كتستافدوش من هاد التجارب كلها. واش بغيتوا نفس الزروطه تنزل عليكم؟ وانتوما عندكم بلاد امنه ومطمئنه الحمد لله، كاين قصور كاين تجاوزات كاين عدم عدل، ولكن كنحاربوه بطريقه راقيه وبطريقة المقاطعة. هذه خطوة جريئة الحمد لله وذكية، ما فيها لا دم ما فيها لا تيتي لا حب الملوك.
الزفزافي راجل عليا راه هو في الحبس، راه هو مليوح تما مصيد، كون كان راجل عليا كون راه باقي خارج وواقف عزيز كريم، كرفس راسو وكرفس مو باه وكرفس هذاك الحراك كله كذا. اسير بركه من الهضره، سير من الهضره الخاويه راجل، كون كان راجل وراه راجل هذاك راجل خاشين فيه زرواطه، خارج كيبكي قال لك خشوا فيا زرواطه. والمعلم اللي راجل راه ما كيوصلش لهذه الفرصه، ما كيعطي حتى واحد فرصه. حنا المعلم حنا نتحرك تحت المقدسات، نحترم المظله، الله، الوطن، الملك، ولا نطعن في اي حد ولا نخون اي شيء لاي بشر. كل المغاربه سواسيه، لا فرق، لا اثنيه، لا عصبيه، لا كذا. واللي كيخرج المعلم وكيحيد كاع لي درابو، كيزدي شي درابو ولا المسح، هذاك راه كيقلب على خريان ضاربو، هو كيعطيه فرصه. واللي كيمشي كيهز امام وكينزلو وتقول لي راجل، اش من راجل؟ هذا الانسان كان لي طائش للاسف، بغض النظر حنا ما كندخلوش له على النوايا وشنو السبب اللي خرج ولا كذا، انسان طائش بحالو بحال الاغلبيه اللي كيهضر. حنا ما بغيناكمش توصلوا لهذاك الشيء. تشكين ردينا قلنا الحمد لله رد البال، راه غادي يديو بوك، ما بغاش يسمع داوه. الزفزافي قلنا ليه رد البال، ترجع اللور راه عباد الله، وا ولاد الحصون يبغوا تخرجوا لينا شي راجل محقلوق، هذا راه طائش، راه كيخربق. واش طرا ليه؟ هو الرق الزط ومشى كل شيء، هو كرفس كل شيء عباد الله، وسبابه المئات في السجون ظلما وعدوانا. والله يطلق سراحهم كلهم ان شاء الله لاهلهم ويرجعوا لاهلهم، راه هادشي اللي كنهضروا معكم عليه. يا غير انت حمار وبنعيم الدنيا، هاني غير سبا وليدي، سب سب انت في راسك غير الكرافس، الا حلينا دماغك ما نلقاوش عندك حتى غرام ديال العقل. هاد الهضره هي اللي كتضركم وما كتبغيهاش، ولكن راه هي اللي فيها مصلحتكم. وحنا كما قلنا في اخر المطاف، المعلم بغينا الخير على هاد البلاد، راه ماشي الافراد ولا كذا. وهذاك اللي كيقول لي انت يا دي ما ديرش هذيك التصويره، انت خرجتي على المجمع، اش من مجمع؟ انا ما عندي حتى مجمع المعلم، راه عندي غصبة خاصه بيا انا، وانا اقول ما القى به الله سبحانه وتعالى، ولن اكون السبب في هلاك اي بشر الحمد لله، وسنلتزم بكل شيء، ونلتزم بالسلميه وبالسلام، ونلتزم فيما فيه خير للوطن وللشعب. ومن التزمنا مع هذا راه حنا معاه، هو على الراس والعين. واللي ما بغاش يعطينا اتساع، واللي خرج وبغى يدير لنا شي حاجه، راه حنا اول من غادي نردوا ليه البال. ما نحتاجوا لا بوليس لا عسكر لا حكومه لا تيتي لا حب الملوك، حنا له بالمرصاد بالكلمه الطيبه وبالوعد وبالردع. باش غنكونوا واضحين، حنا بغينا شويه ديال المستوى، بغينا المغاربه يتوعاو، بغينا المغاربه ما يطيحوش في نص الفخ اللي طاحوا فيه الاخرين. ورا الايام بيننا، والله العلي العظيم إني لكم ناصح أمين، قسما بالله العلي العظيم، وأتكلم والحمد لله على علم وعلى تجربة. ورا معنا الناس داخلين هنا يعرفون أنني أعقل كل ما أقول، ولا والله لن ننافق أحد ولا نسعى لحب أحد، نسعى لرضا الله ونريد الخير لهذا البلد. ونحن الحمد لله عندنا فرصة باش نجلسوا هذوك الناس أصحاب القرار أصحاب الفلوس أصحاب السياسة بهذا المقاطعة، لكن بغيناها تكون مقاطعة سلمية تحوي جميع المغاربة تحت هذه المظلة. ما فيش نزعة، ما فيش عنصرية، ما فيش إقصاء، ما فيش تحج، كل شيء. راه المعلم راه الأغلبية ديال الشباب ديال العدالة والتنمية هما اللي رافعين من هذه المقاطعة، لأنهم رافعين عن وعي، ماشي غير داخل وعاجباه الزوقة والزياطة باغي يكون نهار يهضر ويخربق ويسب. انتم راه ما كيعجبكمش بنادم يحلل لكم ينتقدكم ولا كذا، كتبغيو بنادم يجي يجلس معكم يبقى يعطيكم الحلوه ويبقى ينافق فيكم وكذا، هذا لا ينفع ولا يبني بنات. لا المعلم ضروا بعضياتنا بما يرضي الله، نكونوا شويه شقاق فيري كريتيك فهمتي، ونهضروا مع راسنا ونكونوا قاصحين مع بعضياتنا في حدود الاحترام وكذا، ولكن ما نخونوا حد وما نقصيو حد. وحنا قلنا لكم كيقول لك واحد لا انا حر خصك ترضى بالراي الاخر، المعلم انتقد العداله والتنميه كيف بغي، ولكن ما تجيش تسب له العرض ديالو وتخونه وتقول له الله ينعل كذا وكذا وكذا، هذاك حرام، هذوك خوانه، هذوك كذا، هذو منافقين. معلم لن اسمح لك ابدا، والله ما نسمح لكم بالله، وهذا والله لا يبني وطن، هذا يبني الحقد والعداوه والعصبيه والتفرقه. باش غنكونوا واضحين ياك، انا جبت لكم من الاخر عاد قلقتكم، ولكن الحق يعلو ولا يعلى عليه. نقول لكم هذه الهضره هذه عجبتكم ولا ما عجبتكمش، ولكن هذا هو هذا هو الكلام الذي اقتنع به انا والقى به ربي سبحانه وتعالى. وهذه الصفحه هذه لن تكون صفحه سيئه سائره، كاينه صدقه جاريه هي اللي بغينا ان شاء الله بهذا الكلام هذا، ويبقى هذا محفوظ علينا ولقوا به الله سبحانه وتعالى. ولكن هذه الصفحه ما غتكونش لا حول ولا قوة إلا بالله سيئة جارية، يجي كل واحد يطعن فيها عباد الله وكذا،
لا اللي طالع عباد الله غادي 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 نكونوا له بالمرصاد وغنقوموه وغنجريو عليه الا ما التزمش. يلا دخلوا ثاني وسبوا كذا، وراه اللي بغى المعقول هذا هو الحق، واللي ما بغيش المعقول راكم هكا تلعبوا. وفي اخر المطاف كيف قلت لكم انايا انا عايش زوين، عايش بخير هنا، وحق الله العلي العظيم والحمد لله اولا واخرا. ممكن انا كاع نسد هذاك الكتاب ونقول نعيش نديها في راسي، لا، ولكن ابدا هذا ليس هذا ليس ليست اخلاقنا ولا تربيتنا. حنا نحسو اننا لنا الوطن عليه افضال علينا، وهذا الشعب نحبه في الله ونقول له حتى ما يصلح له حتى وان غضب، ونقول له حتى وان لم يرضي وحتى ان قبحنا وكذا، ولكن في رغم في اخر المطاف نقول له ما ينفعه، ومع الوقت ان شاء الله سيصل الى ذلك ويقول والله الا كان عنده الحق، وهذا هو الذي يهم. وفي اخر المطاف الله سبحانه وتعالى بيننا وبينكم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ورحنا مقاطعين على كل حال. السلام عليكم ورحمه الله.